عم يتصاعد أكثر وأكثر، وال14 مشترك الموجودين داخل السكولا فاشن أربع منهم الليلة رح يدخلوا إلى دائرة الخطر باستثناء جوسلين ومحمد مبارك المرتاحين على وضعهم، والباقيين حدث ولا حرج. أما أنا رح أختصر هالسسبانس وأسلم الهوى لميرنا اللي رح تعلن النتائج بعد لحظات قليلة مباشرة من السكولا فاشن. فجود لك سلف للجميع، وما تنسوا مشاهدينا موعدنا بكرة دايما مع أخبار ومفاجآت جديدة من يوميات ميشن فاشن 3. سي يو، باي باي. أول شيء جوسلين ومبارك أكيد، جوسلين ومحمد مبارك أكيد كتير مرتاحين على وضعكم. الباقيين رح نبدأ معكم لنعرف مين أول اسم. أول اسم نوميني من بين الديزاينرز. خايفين؟ ميرفت. واو. ميرفت. ميرفت أول نوميني معنا لليلة. علاماتك كانوا بالبرايم 6.83، بالإيفال 6.8، والمعدل العام 6.82. تعليقك على السريع ميرفت. It's unfair. بس Good luck لإلك يا ميرفت. ننتقل لنعرف مين تاني اسم لليلة. الاسم التاني أصبحنا بمرحلة كل واحد بحس إنه unfair يطلع اسمه نوميني، ولكن هيدي أصول اللعبة. اسم الثاني عبد الله. عبد الله معدل علاماتك بالبرايم 5.67، الإيفاليويشن 6.5، ومعدل المجموع العام 6.08. اوكي عبد الله، كان عندك احساس انك رح تدخل الى دائره الخطر؟ لا انا متفاجئ. شو هالمخطط؟ خلينا نشوف مين التوب ديزاينر لهالاسبوع. بدك لكم سلف توب ديزاينر لهالاسبوع، رح نشوف عبر الشاشه مين معقول يكون الاسم. بنقول مبروك لزينة. زينة ألف مبروك لإلك، معدل علاماتك بالكرايم 7.33، بالإيفال 7، ومعدل المجموع العام 7.16. برافو زينة، توب ديزاينر، وبالمرات السابقة كنتي إميون. ننتقل لعند المودلز يلي أكيد ناطرين يعرفوا إنك مودلز. هاي هاي، كيف الأوضاع؟ سلام. بتخيل خايفين كتير. بس حقيقة أنا خايفة لكم حتى مين الأسماء. رح نبدأ فورا مع أول اسم، منشوف عبر الشاشة مين رح يكون الاسم الأول. مين الاثنين نومينيز بين السبع مودلز الليلة؟ أول اسم مين؟ في خولة. نوال. نوال أول اسم معنا لليلي نوميني، معدل علاماتك يا نوال بالبرايم 6، بالإيفاليويشن 7.61، والمعدل العام 6.8. نوال عندي سؤال لإلك. وي. لو غادرتي السكول أوف فاشن لا قدر الله، شو أول شيء بتعمليه؟ أول شيء. أول شيء؟ جو سي با. اوكي نوال، ان شاء الله بتبقي معنا باي حال، وان شاء الله اللي له حظ اكثر انه يبقى. خلينا نشوف مين الاسم الثاني ايضا معنا عبر الشاشه. نوال. الاسم الثاني مين بتقوله صبايا؟ مين الاسم الثاني معنا؟ مين معقول يكون؟ ديانا. ديانا لثالث مرة نوميني معنا بميشن فاشن، معدل علاماتك بالبرايم 5.5، بالإيفاليويشن 5.55، والمعدل العام 5.52. ديانا بعد ثالث مرة طلعتي فيها نوميني، حابة تستمري وتثبتي حالك أو بتقولي لا أنا خلص رح استسلم؟ أنا بدي أظهر. مين بيعرف القرار مش بإيدك يا ديانا، رح يكون بإيد الجمهور بأي حال، ويمكن يكون إلك الحظ إنك تبقي معنا وجود لك. أما توب مودل لهالأسبوع رح منشوف مين عبر الشاشة. خلينا نطلع ونركز ونقول مبروك لجيهان. مبروك. شو أنا قلت لك؟ ب
برايم علاماتك كانوا 7.83، ايفالويشن 8.55، ومعدل المجموع العام 8.19. مبروك يا ليلى. اذا ميرفت، عبد الله، نوال دخلوا الليله لاول مره الى دائره الخطر، ديانا هارد لك لثالث مره، بدي لكم جود لك، ان شاء الله تقدروا تحققوا ذاتكم ويكون الجمهور الى جانبكم. جود لك، هاف ا بيوتيفول ايفنينج، باي باي. خالص أول مرة أشوفها بالطريقة. ملك يا زكي، استسلم بالعافية. أي مين اللي مضايقك؟ أهلك وحشوكي؟ ها؟ بس كده؟ بعدك دقيقتين تحكي. أنا لسه ما كلمتش. بعدك دقيقتين؟ تعال عندي. سيبوراتي، 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 سيبوراتي أنا، سيبوراتي. احنا معاك يا هوزك. على هيك سكر. احنا معاك. مليتي من ايه؟ يوم اثنين زي يوم اثنين، ماشي يوم ثلاثة زي يوم ثلاثة. روتين ماشي، روتين، ما احنا كلنا في الروتين، كلنا بالروتين. انا بالليل شوف كل ده عشان يطلع ختم. ختم متكفر. لا عشان حبك الحب حق مليون ونص. رواق احنا معاكي، رواق احنا معاكي. بعد كده هتعيطي يو في الاسبوع بتاعي، هموتك، هموتك على طول. عشان معايا مش معايا الاسبوع ده، صح؟ هموتك ساعتها. لو الكلام اللي بيقوله ده صح هموتك. اكيد انا حاسس بيها. او عشان مثلا قصيت البتاع ولسه ما حطيتوش مكانه. زعلانة ليه كده؟ اهلها وحشوها وعايزه تمشي، عايزه تفل. عايزه تفلي؟ زهقت. لا 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 سيبك، هتحس بملل. هو بص كام اسبوع كلها انت تاخدي المركز الاول وتروح. انا عايز اعرف كل المودلز عايزين يفلوا والديزاينرز اللي بتجيبها ومستموتين، يعني محدش عايز يفل، كله مستموت فيها، كله بيحارب. كل المودلز عايزين يمشوا والديزاينرز كلهم مستموتين. ان شاء الله لو البرنامج خلص عايزين يقعدوا. انت لما تمشي هتعيط اكتر لاني هوحشك. يلا بقى، بلاش عياط بقى، انا ما بقدرش اشوف حد. لا لا، هي هتعيط اكتر واكتر لما تلبس الفستان بتاعي. بصير يبكى عبد الله اذا شافها. بجد انا قربت ادمع اهو. يا عيني. بس لا يا محمد زكية، خلاص بليز زكية، بجد ما نقدرش على زعلك وحياة ربنا. داك داك زيكو زوكو زوكو. مساء الخير. الإعلامية ماشي.